السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي المشاهدين، أحبتي الثوار، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. يسعدني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الأخ الحبيب مصطفى برو، صقر أبو قتيبة، الاسم الحركي المعروف به قائد تجمع فاستقم كما أمرت. كان يعمل قبل الثورة تاجرا، فلما أتت الثورة انضم إلى صفوف الثوار وحمل السلاح وشارك منذ البداية في حرب النظام في حلب الشهباء. أهلا وسهلا بك أخي أبو قتيبة وبارك الله فيك. حياك الله، الله يبارك فيك. أعزائي المشاهدين، أردنا أن نوصل الحقيقة إليكم عن تنظيم الدولة الذي لطالما أقلق الكثيرين وكثير، سواء في سوريا وسواء في خارج سوريا، من يسأل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، هل صحيح ما يفعل به؟ كيف نشأ؟ ما هي أفعاله؟ ما هي مصادر دعمه ومويليه؟ ما هي قراراته؟ ماذا يفعل على الأرض السورية والعراقية؟ كل هذه الأسئلة وأخرى وأخرى نقف بها مع أخينا الحبيب على الأرض في الميدان، ونحن هنا في حلب الشهباء في صلاح الدين كما ترون. نسأل القادة على الأرض، ما الذي حدث؟ من تنظيم الدولة وكيف نشأ؟ أخي أبو قتيبة، كيف نشأ تنظيم الدولة وأنتم دخلتم إلى حلب، من أوائل من دخل إلى حلب وقمتم بتحرير حلب؟ 70% يأتي تنظيم الدولة لينشأ بينكم، كيف نشأ تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا أخي الحبيب، الكل يعلم أن عندما بدأت الثورة تنتقل من ثورة مدنية بدون سلاح، بعد أن بطش النظام رفع السلاح في البلد كي ندافع عن أعراضنا وعن أهلنا وعن إخوتنا الذين كانوا يخرجون في المظاهرات السلمية. بعدها دخل الكثير إلى هذا البلد كي يقاتل هذا النظام الفاسد. النظام من داخل سوريا من خارج سوريا؟ من داخل سوريا من خارج سوريا. من خارج سوريا هناك كان من السوريين من يعملون في البلاد الخارجية، عادوا إلى بلادهم للدفاع عن أعراضهم، ولكن النظام هو أحد أكبر أعمدة للدولة، الدولة البغدادي وليست الدولة الإسلامية. هذه ليست دولة إسلامية، هذه دولة البغدادي. دولة البغدادي، تمام، دولة البغدادي. كيف نشأت؟ كيف نشأت؟ أنتم على الأرض حررتم، قدمتم أرواح، قدمتم مهج، كيف 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 نشأ بينكم؟ طالما تقول ليست دولة إسلامية دولة بغدادي، كيف تمام. نشأت؟ كيف، لماذا سمحتم لها؟ قلت لك في البداية أن هناك النظام أخرج بعض المعتقلين الذين يحملون الأفكار التكفيرية من صيد نايا، من صيد نايا ومن بعض السجون التي تعامل معها مع العراق، أخرجوهم من سجون العراق في أحد الأكاذيب التي أخرجت منهم من السجون. طيب. كي يأتوا إلى هنا يدخل هذا الفكر التكفيري إلى البلاد. طبعا في بداية دخولهم كانوا ضعفاء، فدخلوا تحت اسم جبهة النصرة وبدأوا يقاتلوا في البلاد مع كل الثوار. وكنتم تقاتلون وتنسقون معهم؟ تمام، على الجبهات هنا. تمام تمام، كانوا موجودين في كل المناطق، ولكن عندما انشقوا عن جبهة النصرة بدأت الأفكار تتغير تماما عند هذا التنظيم. وسموا مسمى الدولة الإسلامية. في البداية ما أحد من كل قادة اعتقد أنه يصل فكر الدولة الإسلامية إلى هذا الفكر أنهم دولة، وأما كانوا مسمى فصيل لواء فلان ولواء علان فأسموها الدولة الإسلامية. فبدأت الأمور تتغير من جبهات قتال ضد النظام إلى جبهات قتال داخلية. بدأوا في اللجان الأمنية والإدارية. طيب، سنأتي إلى مسألة القتال، لكن أنتم أهل الأرض. أنتم من قدمتم الأموال. كثير من الشباب يتساءلون على الفيسبوك وعلى تويتر، يا أخي كيف أنتم تحكمون الأرض وأنتم أبناء الأرض وقدمتم وناضلتم وجاهدتم وتسمحوا لفصيل كما تقول كانوا قلة، سمحتم لهم أن يظهروا والله خرجوا، نحن الدولة وتعالوا بايعونا. هذا الأمر. طيب ماذا فعلتم؟ هل أرسلتم لجان إليهم؟ شو اللي صار؟ احكي أخي. في البداية عندما أسموا أن نحن الدولة، في البداية نحن لم نكن كل فصائل حلب هي متفقة على 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 كلمة واحدة، وكانت فصائل متشتتة ليسوا أصحاب قرار، كل فصيل يسيطر على منطقة معينة. عندما اسموا الدولة طبعا طالبناهم في هذا أن يغيروا هذا المسمى، ولكن قالوا نحن مسمى فصيل ولسنا دولة،
في البداية عندما كانوا ضعفاء اعترفوا أنهم فصيل. نحن فصيل ولسنا دولة. وأنا التقيت في أحدهم. من الذي التقيت؟ أبو الليث، هو كان أمني مدينة حلب. نعم، فأنا التقيت وتكلمت معه في تلك الكلمة حصرا، أن أنتم كيف سميتم نفسكم دولة علينا؟ فقال نحن فصيل ولسنا دولة، نحن نتعامل الآن كفصيل. وفعلا في الأوقات التي كانوا ضعفاء فيها يتعامل كفصيل، ولكن كانوا يتعاملوا في التقية. في التقية. نعم، كانوا يتعاملوا في التقية، يعملوا العمل ويقولوا هذا خطأ فردي. عندما تجلس مع وراهم ومرائهم تتفق معه يخلف العد. من خلف هذا الاتفاق الذي بيني وبينك؟ أقسم أني لا أدري، إنه فلان من الناس، إنه الأمير فلان، أخطأ، سوف يعاقب، سوف يقتل، سوف في هذا الكلام. ولكن كان دخولهم في هذه الطريقة، نحن مشتتين فظهرت الدولة. لا يظهر الخوارج في مكان إلا إن كان في هناك تفرقة. هل ظهروا بثوبهم الشرعي أم الأمني أم العسكري؟ كيف سيطروا يعني بالنهاية لحتى كل فصائل مدينة حلب كانت ملتهية في الجبهات وقتال النظام؟ هم لم يلتهوا في جبهات، ولكن أخذوا النقاط الأمنية والحواجز وبدأوا يتسلطوا على المدنيين. الفصائل كانت معتمدة على أن هناك مجلس مدينة هو يعتمد في خدمة المدنيين. هم أخذوا مكان مجلس مدينة، هم أخذوا مكان مجلس الكهرباء، وهم أخذوا وأنتوا قاعدين عم تتفرجوا عليهم. نحن نعم كنا متهين صراحة. يعني أي إنسان الآن المشاهدين خاصة السوريين ثوار اللي عم يحترق قلوبهم، طيب أخذوا طيب أنتوا شو عملتوا؟ ليش عم تتفرجوا عليهم؟ أخي كنا ندرى وعم تقولوا هن كم واحد كانوا صراحة. يعني بتحسنوا كان بكمين محكم تقضوا عليهم كلهم، هكذا يقول الفيسبوك. لا كنا أبدا لا نفكر أبدا أن نقتل إنسان مسلم يا رجل، ولا نرفع سلاحنا على إنسان مسلم. إذن كنتم تخافون من إهراق دم المسلم؟ طبعا، وإلى الآن لا نرفع سلاحنا على مسلم. هل إلى الآن لم تقاتلوهم؟ لا قاتلناه. أنا قلت لك لم نرفع سلاحنا على إنسان مسلم. نحن ماذا تقصد لم نرفع سلاحنا على إنسان مسلم؟ هل تعتبر أنهم كفار؟ لا، ولكن هم خوارج. والخوارج هم ألد أعداء إلى الإسلام، وقاتلهم سيدنا علي في معركة النهروان. نعم. واستأصل شأفتهم، وأتت في تسمية الخوارج من عدة شرعيين في أنهم أطلق عليهم مسمى الخوارج وقال أنهم فاق الخوارج. طيب سنأتي مسألة فكرهم وهل هم خوارج أم تكفيريين أم بغاة إلى ما هنالك. كان على أرض حلب وغيرها الرقة ودير الزور من كبرى الفصائل، وكانوا قوة. أنت تقول أول شيء ممكن ما كان في كلمة، ولكن كانوا أقوياء. بدأ أذكر كانت أحرار الشام، وكان جبهة النصرة، وكان لواء التوحيد، وكان صقور الشام، وكتائب عندها من المال والسلاح شيء الكثير. لماذا لم تقاتل هذا التنظيم طالما قتل مجاهديكم؟ القادم منكم قتلوها وسرقوا أموالكم وشردوكم وهجروكم، طيب ليش ما قتلتموهم؟ هل تخافون منهم؟ هل تخافون؟ يعني اعترفوا إذا بتخاف من قولوا من خاف. ذكرت لك عدة مرات نحن لا نقاتل في كيفنا. نحن إن لم يخرج هناك كلام من شرعي يقول لنا قاتلوا هذا الفصيل الباغي أو قاتلوا هم الخوارج فلا نقاتل. فعندما أخذوا أموالكم من قتل دون ماله فهو شهيد. يعني أنا إذا كان بده يجي جاري وهو جاري بده يجي ياخذ مالي ويهجرني، شرعا من قتل أنا إذا قتلني بدي أقاتله، إذا قتلني أنا شهيد، أليس هذا الشرع؟ صحيح. إذن لماذا لم تستأصلوا شأفتهم كما تقولون أنهم كانوا كم واحد؟ يعني بكمين واحد بتخلصوهم كلهم؟ نعم، ذكرت لك أن عدة مرات أنهم يتكلمون في الإسلام ويلبسون عباءة الإسلام ويقولون الكلام الطيب ويعتلون المنابر في الجوامع، فكانت لهفتنا عليهم صراحة جيدة في البداية. ولكن عندما بدأوا يقاتلون فبدأ كل فصيل يدافع عن نفسه في قتاله. إن كان قتل أحد الأخوة في أحرار الشام، أنت تعرف أنهم قتلوا عدة إخوة من قادة في أحرار الشام. قادة أحرار الشام كانوا دائما يدفعون إلى الصلح معهم كي لا تكون هناك مفسدة كبرى. وأنتم لا تتدخلون، قتلوا أحرار الشام على نحن نحاول أن نكون فصيل حيادي لأجل أن نبني صلح. نحن الآن عندنا عدو أكبر هو عدو النظام النصيري. وأكلتم يوم أكل الثور الأبيض. لا نقول أننا أكلنا عندما فعلا وضحت لنا الأمور تماما أنهم لسوا من الدولة الإسلامية، التي ذكروا أنهم دولة إسلامية وبدأوا يتهجمون على الإعلاميين وتهجمون على كذا وتهجمون على. نحن كفصيل لم نقبل علينا أي تهجم. قررتم قتالهم؟ لم نقرر قتالهم. من بدأ القتال؟ قف في كلمة قررتم قتالهم. نحن لم نقرر قتالهم. نحن قاتلونهم. نحن إذن هم من بدأوا القتال أم أنتم؟ لا هم من بدأوا القتال. كل يعرف القتال. أخي الله يخليك، هنا أمر لا يجب أن ندركه. عندما أنت تخطف أخي
وتقتل أخي وتفجر سيارة أخي، فأنا علي أن أدافع عن نفسي. فنحن عندما كنا في مدينة حلب، أنت تعلم أنهم خطفوا الإعلاميين وخطفوا مجالس ثورية، وكل واحد يخرج إلى تركيا يقول إنه مرتد ويخطفوه ويخرجون في الفتاوي المبطن عندهم لكي يغنموا وكي يقتلوا وكذا. نحن كتجمع فاستقم كانت علاقتنا فيهم في البداية جيدة، لأنهم كانوا يحاربوا المفسدين، وبعدها تطور حربهم إلى كل إنسان ثوري وكل إنسان يحمل عالم الثورة المسلحة في حلب في سوريا. فكانت أحد أسباب قتالهم هو بعدهم عنا، أن نبعدهم عنا، فدفعنا عن أنفسنا. حاربونا في الأتارب، وتعرف أن فصيلنا ممتد إلى منطقة الأتارب، فطلبنا منهم عدم التقدم إلى مدينة الأتارب، يريدون أن يسيطروا على المناطق فنحن نمنعهم من السيطرة. يعني ماذا فعلتم حينما بدأوكم في القتال؟ يعني دفعنا عن أنفسنا مباشرة، دفعتم عن أنفسكم فقط ولم تقتلوا أحد منهم؟ واتفقنا على اعتقالات كثيرة جدا منهم. اعتقلتم منهم؟ اعتقلنا نعم، عندما اعتقلنا نحن كتجمع فاستقم اعتقلنا أكثر من 80 عنصر. جنسيات سورية يوجد هكذا وهكذا، يوجد من بين الذين اعتقلناهم تقريبا أكثر من نصفهم سوريين، وتلقاهم جنسيات مختلفة من السعودية ومن الأردن ومن العراق ومن البوسنة ومن ألمانيا، هناك جنسيات مختلفة. هل فعلا كما يقولون أن قتالهم كان شرس وتعذبتم في قتالهم ورد صولتهم؟ لا لا، في البداية نحن قلت لك أن لم نتعذب قتالهم، واعتقلنا أعداد كبيرة منهم لأن الأرض في سوريا قاتلتهم. في حلب لم الأرض في سوريا قاتلتهم. نعم، في حلب لم يقاتلهم فقط الأثوار، المدنيين قاتلوهم. الأطفال تأتي وتقول لنا هنا يوجد داعشي، هنا يوجد داعشي. فعلا ساعدونا، حتى الثوار المدنيين الذين لم يحملوا سلاح على قتال النظام أتوا إلى عندنا يطلبون السلاح لقتالهم. طيب جميل، الآن هل توقفتم عن قتالهم؟ أيام يمتدون الآن، يقولون لك باقية وتتمدد. طيب الآن وقفتم خلاص؟ أنت عرفتوها تتمدد؟ نحن لا نوقف عن قتالهم أبدا، ولكن أنت تعرف الآن أننا في حلب، أكبر جبهات حلب هي جبهات استنزاف، والنظام وكل دول العالم الداعمة للنظام، الدول الداعمة للنظام هي تقف معه لإطباق الطوق على مدينة حلب. فنحن الآن مستنزفين صراحة في مدينة حلب في قتال النظام. عندما ننتهي من قتال هذا النظام الفاجر سوف نلجأ إلى قتال، ولكن الآن عندنا مجموعات موجودات في الريف الشمالي توقفهم عند حدهم وتقاتلهم في كل وقت. طيب مسألة دعم هذا التنظيم وتمويله، من أين دعم هذا التنظيم؟ يا أخي عنده دولارات، بيصرف دولارات على جنوده، وما شاء الله سلاح وذخيرة، منين بيجيب الدعم؟ في البداية كان أخذ معظم ما غنموه عندما كان مع جبهة النصرة، وأخذ الصوامع، وأخذ كما يقول بيت مال، أخذ أموال الشعب السوري. تقول طبعا صوامع الحبوب، صوامع الحبوب، وأخذ ممتلكات الشعب السوري التي كانت في المعامل، ممتلكات العامة والخاصة. نعم، ممتلكات العامة والخاصة. نعم، والبترول كمان أخذه كما يقول البعض. البترول الآن هو مسيطر عليه تماما. البترول الآن أنا أكلمك في البداية كان يصرفه في مصلحة تنظيم الدولة فقط. يصرفه في مصلحة تنظيم الدولة وامتداد تنظيم الدولة الإسلامية. نعم. وأنتم لماذا لم تأخذوا محطات البترول وهذه الأمور كلها؟ طيب ليش ما خليتون يأخذوها؟ صراحة في بعض المصافي كانت بيدكم وأخذها منكم علما. نحن ما يا أخي، نحن قاتلنا نظام فاجر ولن نقاتل الدولة. نحن ما قمنا لقتال ولهدم بنيتنا التحتية. البنية التحتية هي بنية لنا لبلدنا، البلد ليست لبشار الأسد. فنحن لم نقاتل من يعمل في محطات البترول، ولم نقاتل من يعمل في محطات الغاز. أقصد بعد ما أخذ هذا التنظيم، بعد ما أخذ هذا التنظيم منه. الآن التنظيم هو موجود في أطراف حلب الشمالي، وقلت لك أنا نتقاتل معه كل يوم، ولكن الآن النظام هو من يمنعنا من قتال الدولة، النظام الذي يحاول طبق المدينة. فنحن عندما ننتهي من قتال النظام سوف نكمل في تحرير كامل البلاد من النظام ومن دولة بغدادي. هل تعتبر أن هذا التنظيم هو مخابراتي بحت؟ يعني مخابراتي مخترق من الأجهزة المخابرات. ليس مخابراتي بحت، بل مخترق، ولكن كسب الكثير من الأخوة الصادقين معه في مسمى الدولة الإسلامية، كسب الكثير في طريقة أننا نحن نقاتل المرتدين أو نقاتل الكفار أو نقاتل النصيرية. فهو معظم من الصف الأول في التنظيم، الدائرة الصغيرة في التنظيم هي دائرة مخابرات بحت.
دارت مخابرات من العراق، من ضباط من حزب البعث، من الروس، من حزب البعث، وحتى من المخابرات الأردنية. ما دام أن تعرفون أنهم كانوا ضباط ومخابرات وما بعرف شو، كنتم تجلسون معهم أنتم القادة، كنتم تجلسون وتنسقون معهم وتضحكون وتشربوا شاي وقهوة. لا، نحن ما كنا نجلس مع القادة الكبار الذين لا نعرفهم. البغدادي من كم يوم خرج على صورة وقال هذا هو البغدادي. من جلس هو البغدادي؟ أتحداك أن يكون قائد في سوريا كلها جلس هو البغدادي؟ لا أعتقد. نحن كنا نجلس مع الأمير الذي يسمونه أمير حلب أو هو أبو الليث. طيب بالنسبة لأفعال التنظيم، شو عمل التنظيم لحتى قاتلته؟ يعني أعطيني أمثلة، شو عمل؟ لمين قتل؟ شو أخذ أموالكم؟ أعطيني أمثلة مشان يقتنع المشاهدين وخلي تصل الصورة لما بعد وراء الجبال وما وراء البحار. شو عمل التنظيم؟ شو أفعل التنظيم؟ أولا التنظيم قاتل كل من حمل السلاح من الثوار ولم يرفع مسمى الدولة الإسلامية. ثانيا الإعلاميين، المجاهدين قاتلهم التنظيم. أنا أقول لك المجاهدين هم لا يعتبروننا مجاهدين، نحن يعتبروننا نحن مرتدين. من يرفع راية الثورة يعتبره مرتد ويقتل. من يدخن يعتبره مرتد ويقتل. من الإعلاميين من يحمل كاميرا ولم يكون هذه الكاميرا تخدم الدولة فيقتل. والكل يعرف أنه أعداد كبيرة تم اعتقالهم. ونحن عندما قاتلناهم في حلب وبدأنا في تحرير مناطق في حلب، منطقة مشفى العيون الذي كان هو مركز رئيسي لهم، كان هناك أكثر من 80 معتقل عندهم من المدنيين. من اعتقل لاختلاس، من اعتقل لسرقة، من اعتقل لأنه إعلامي، من اعتقل لأنه ثوري، صفوه وتصفية. الكل أطلقوا طلقات في رأسه وانسحبوا عندما بدأنا في قتالهم. فهم اضطرونا صراحة لأن نرفع السلاح في وجههم عندما بدأوا يقتحموا مقراتنا لأجل أن يأخذوها، لأجل أن يقتحموا القرآن، لأجل أن يسيطروا عليها. فاضطررنا أن ندافع عن أنفسنا وقتلناهم. نعم، وحاولنا إخراجهم من كل سوريا، وسوف نحاول إخراجهم من كل أرض سوريا بإذن الله. من قتل من القادة هذا التنظيم؟ هل صحيح أنه قتل من خير المجاهدين والثوار؟ قتل من خير القادة الذين موجودين في أحرار الشام. أنت تعرف قتل أبو خالد السوري. أبو خالد السوري، أبو عمير الدكتور اليد اليمنى لأسامة بن لادن. قتل الدكتور في أحرار الشام الدكتور ريان، وقتل أخي قتل كثير. قتل، نحن عندنا في قادات الكتائب معروفة عندنا، قتل أكثر من 3 قادات كتائب موجودة عندنا في 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 التجمع فاستقم. أنتم أين أمنيكم؟ أين أمنيكم؟ يعني أنت قل لي قتل من القادة وقتل من الكبار ومصغار وأخذ أموالكم وسلب وعمل السبعة وذمتك. ما كان سلاحنا موجه للداخل أخي، سلاحنا ما كان موجه للداخل. عندما عرفنا أنه هو يوجه سلاحه علينا فنحن قاتلناه. ما وجهنا سلاحنا إلا بنادقنا إلا النظام. ما وجهنا بنادقنا إلا إلى النظام. معقول هل نفرض أنا إذا أخوي رح يجي ويضربني بالسكين أنا بتفرج عليه؟ عندما أعرفه أنه سوف يضربني سوف أقاتله. وقلت لك في البداية عمل معنا في التقية، يخطف فلان، من خطفه لا ندري. بعد أيام ندري أنه هو كان في مكان فلاني ومر في 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 مكان فلان. التنظيم في عام 2006 أعلن الدولة الإسلامية في العراق بقيادة أبو عمر الحسيني البغدادي. وفي 2013 أعلن التنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام. حينما أعلن الدولة، ما هو موقفكم؟ هل تفرجتم فقط على هذا التنظيم أم اتخذتم إجراء معين؟ ذكرت لك أن حاولنا نحن أن نغير هذا المسمى ولم يغير هذا المسمى، لأننا لم نكن كلمة واحدة. طيب ثم بعد ذلك أعلن الخلافة الإسلامية، طلعوا الخليفة. يا أخي لماذا لم تذهبوا إلى البغدادي وتبايعوا؟ يعني شو مشكلتكم أنتم مع الخلافي؟ أخي إعلان خلافة من رجل لا نعرفه، ورجل يكفر الإسلام وكفر المسلمين وكفر أهل الشام في العموم، كيف نبايع هذا الرجل؟ هذا الرجل معتوه رجل معتوه يعلن خلافة في بلد. الآن أنت لم تحرر بلد من الصيدية حتى أنت تعلن خلافة، ومن أنت حتى تعلن خلافة؟ من أمرك علينا؟ من أمرك على بلاد المسلمين؟ ما هي نظرتكم إلى الدولة الإسلامية والخلافة؟ نظرتكم أنتم الثوار على الأرض. ليس الآن وقت الإعلان، وليس الآن وقت إعلان الدولة الإسلامية. ما هي مقومات الدولة التي ترونها أنتم كثوار على الأرض؟ الدولة المستقبلية لسوريا، كيف تتطلعون إلى الدولة المستقبلية في سوريا؟ نحن نأمل في دولة مدنية تحكم في الشريعة الإسلامية. والشعب؟
أليس له رأي في هذا الأمر؟ نحن نأمل، نحن من الشعب، عندما نخلص قتال ننتهي من قتال هذا النظام نقف مع الشعب ونبحث في 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 شورى ما هي الدولة المستقبلية. والشعب له الأغلبية، لأن أنت تعرف من حمل السلاح هو القلة، والشعب هو له الأكثرية في بناء الدولة المستقبلية. ولكن تقول لي فأنا أمل في هذه الدولة. الشعب الآن، الشعب وكثير من الذين يتابعون الذين هجروا أصبحوا في المخيمات وفي تركيا وفي بلاد الواقواق، كل واحد في زاوية يا رجل، يحملونكم أنتم القادة المسؤولية الكبيرة، يحملونكم مسؤولية كبيرة. لماذا لم تحموهم من هذا التنظيم يا أخي؟ هلأ في كل بيت في 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 شهيد من قبل هذا التنظيم، يحملونكم المسؤولية، لماذا إلى الآن لم تستأصلوا شأفتكم؟ ما هي الرسالة توجهها إلى الشعب؟ أنا الرسالة أوجهها إلى الشعب أن يقفوا معنا في تحرير هذا التنظيم، أن يقفوا متفرجين أو يهربوا لهذه البلاد. هذا التنظيم تدعمه دول كبرى الآن وتدعمه أبار النفط، أما نحن من يدعمنا؟ نحن معنا الله. طيب. فنحن لم نقف جميعنا ضد هذا التنظيم فلن نتحرر البلد. طيب. حتى الدول، أنت تعرف أن معظم الدول العربية لم تقف معنا بتحرير تحريرنا من النصيرية والدواعش، فهناك تقصير صراحة. أنهي بسؤال، أنهي هذه الحلقة الشيقة مع الأخ الحبيب أبو قتيبة بسؤال، ما هو السيناريو الذي تعتقده في نهاية هذا التنظيم؟ هل سينتهي التنظيم أم أنه سيمتد؟ سينتهي؟ نعم. لماذا الخوارج نقول؟ الخوارج انتهوا في أكثر من مرة، كل ما يخرج الخوارج ينتهوا تقسم ظهرهم تماما. أنت تعتقد أن فكر هذا التنظيم تكفيري الخوارج قولا واحدا؟ طيب، ألا تتوقع أن تعترف به أمريكا والغرب؟ لا وأوروبا بالدولة الإسلامية، يعني هم عندهم بوبع الخلافة والدولة الإسلامية عندهم، فصنعوا هذه الدولة الإسلامية والخلافة ولبسوها العباية واللفة السوداء، وهذا هو الخليفة، وممكن بكرة أنتم عجزتم عن استئصاله وقتله وقتاله، فخلاص أثبت وجود على الأرض، يعترفوا به كدولة إسلامية تكون عميلة لهم، كما يقول البعض، ليس أنا، هذا ليس رأيي، كما اعترفوا بالدولة الإسلامية الإيرانية. وين المشكلة يعني؟ من يعترف فيهم فليعترف، نحن سنقاتلهم حتى ننهي هذا التنظيم تماما من الأخير. من يعترف فيهم يعترف فيهم، نحن كشعب سوري لا نقبل في هذا الفكر التكفيري في أرض سوريا. هذا الفكر التكفيري الذي يحمل الأفكار وقطع الرؤوس والأفكار التكفيرية التي تكفر في الصغائر والكبائر، وكمن حمل الثورة، نعم علم الثورة هو علمنا. نحن خرجنا وصرنا على هذا النظام حتى نحرر بلدنا، حتى ننهي الشعب من الظلم الذي كان محمل عليه. فهذا الظلم الذي كان من النظام الآن الظلم هو من دولة البغدادي، سوف ننهي بإذن الله، ولكن نريد العون من كل إخواننا المقاتلين الذين موجودين في أرض سوريا، ومن الأخوة الذين خرجوا تركوا أرضهم وخرجوا إلى تركيا أن يعودوا لحرر بلادهم. هذه الأرض لن تحرر لنا في دماء طاهرة، ونحن مستعدين لتقديم هذه الدماء بإذن الله. أحبتي المشاهدين، يقول أبو قتيبة: قائد التجمع فاستقم كما أمرت، نحن سنبقى مستمرين في حرب هذا التنظيم إلى آخر رمق من دمائنا. وينادي إلى كل الإخوة الذين تركوا السلاح أن ينضموا إلى ساحات الوغى لقتال هذا التنظيم وقتال النظام الأسدي المجرم. هذا زاهر شرقاطي يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.